يا صباح الخير والسعادة على كل متابعين قناة رجاء التعليمية، وده تيست على يونت 2. يلا نبدأ عشان ما نضيعش وقت. ماتش A with B، نوز طبعا بارتس اوف بودي اليونت دي، نوز اللي هي الأف، إير اللي هي الأذن، وي هاند اللي هو الإيد، وي ماوث اللي هي الفم. وكنت قايلة ان البارتس اوف بودي ايه هي الجزئية اللي بتيجي فيها الاسئلة. ادي اول سؤال من الاسئلة اللي بتيجي في الجزء بارتس اوف بودي. يلا نكمل. اليونت كلها على البارتس اوف بودي على فكرة. لوك اند سيركل، هير اور هاند، طبعا ده مشاور على الهير، نيك اور نوز، هنا الرقبة نيك، وهنا براش ماي هير ولا براش ماي تيث. احنا كنا بنغنيها كأغنية نقول ايه، فيرب براش اللي هو يستخدم الفرشة في كذا، يا اما بيستخدمها في تسريح شعره يا اما بيستخدمها في تنظيف اسنانه. فاحنا كنا بنقول ايه، براش ماي هير براش ماي تيث، تمام. فهنا طبعا براش ماي تيث، براش ماي تيث اهو، براش ماي تيث اهي الاسنان. ووش ولا لسن، طبعا هي مشاورة على الاير يبقى هي ايه، لسن. نكمل سؤال ماتش تاني نشوفه كده ونحله مع بعض. ماتش A with B، بس ده على الفيربس شوية، الافعال. turn around يعني يقلب نفسه او يلف حوالين نفسه زي اللعبة دي، touch اللي هي دي اللي هو بيلمس اهو، كل الفيربس اللي انا اتكلمت عنها في البارتس اوف بودي. كلاب اللي هو يثقف، وسينج اهي عامل نغمات جنبها اللي هو ايه، يغني وهي ماسك المايك. نشوف السؤال اللي بعد كده، find a circle، طبعا دي كلمة mouth اللي هي M-O-U-T-H، وبعد كده دي ear اهو الثلاث حروف E-A-R، ودي هير اللي هي شعر، ودي نك اللي هي رقبة، وده سينج يغني من أول الإس لغاية الجي، ودي نوز اللي هي الأنف لغاية الإي. كوتش نمبر 5، وهو رايت ذا ميسنج ليتر، وهو الحرف الناقص. طبعا دي مشاور على فيس، اف اف اي سي اي، ودي نوز اللي هي ان، ودي نك اللي هي الان، ودي ماوث اللي هي الان. يلا نكمل. ماتش براش ماي تيث، براش ماي تيث اللي هو يغسل اسنانه، ووش ماي فيس طبعا بتغسل وجهها، براش ماي هير براش ماي هير اللي هي بتسرح شعرها، بيسرح شعره بفرشة، ووش ماي هاند اللي هو بيغسل ايده. ودي طبعا هيلثي اكتيفيتيز، طبعا دي حاجات صحية لأي حد، خاصة في الفترة اللي احنا بنمر بيها اليومين دول والانفلونزات والحاجات دي. نمبر 7، listen and answer yes or no can he sing. طبعا احنا اتفقنا ان مدام في نغماته في مايك yes هو بيسينج، بيعمل يعني بيغني. Is it a hand? Is it a hand? No, it's a hair. No. وبعد كده Is it a neck? Yes. نكمل. Write the word. ودي طبعا صورة الاي. E-Y-E. ودي مشاور على الهير. H-A-I-R. ودي teeth. T-E-E-T-H. ودي ear اللي هي الأذن. وبكده أكون خلصت السؤال. هنا طبعا بكرر لي teeth T-E-E-T-H، وهنا face اللي هو الوجه F-A-C-E، وهنا listen هو بيستمع L-I-S-T-E-N، وهنا مشاور على النك N-E-C-K. ونشوف نكمل بحرف الإي بكتبه هنا، وهنا سينج يغني اللي هو ناقصها حرف الاس في البداية اللي هو اس، وهنا مشاور على النك وهكتب حرف الان، وهنا مشاور على الهير وهنكتب حرف الاتش، هنبتدي بيها اتش اي اي ار.